السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصدقائي وصديقاتي، النهاردة معاكم مشروع رابع ابتدائي، مشروع اللي مجنن الناس كلها، مشروع السحالي والكوبري والبيئة الصحراوية. هنا يا أصدقائي احنا عاملين مجسم، عاملين السحالي، مجموعة سحالي وبيوتهم والحجارة اللي عليهم باعتبار إنها صخور وكده، والكوبري اللي هو مطوب عمله في برضو تسلق السحالي عليه وكده. ف ده الماكيت احنا عاملينه، ده جاهز للتنفيذ لأي حد يطلبه. في أفكار تاني طبعا، كل مجسم هيبقى أو كل ماكيت هيبقى مختلف عن التاني، أكيد هنغير فيه، هنعمل شكل مختلف. ده مجسم مبدئي او ماكيت مبدئي للفكرة نفسها. هنا اصدقائي عاملين سحالي بالجنب وبالشكل الصحيح الكامل كده زي كده. هنا البحيرة اللي حواليها السحالي وفيها الكوبري. السحالي دي مجسمة طبعا، شكلها واضح ان هي عالية عن المكان كده، نشوف كده مع بعض كده. ايه رأيكم في الفكرة دي؟ كده يا اصدقائي اهي كده، هي عالية من فوق، لو شايفين الفكرة ازاي ان هي بتتسلق الجبال، قصدي الكوبري كده. كده هي عندها بيت مثلا بيت للبيض كده. ايه رأيكم يا جماعة؟